عانينا كثيرا في قلعة حراس المعبد تورغوت آل، ولقد ضحيت بنفسك هناك من أجلي، وأعرف أني مدين لك بروحي الآن. أنا لم أستطع تقبل قتل نويان لك. ألم تأخذ درسا مما عشته أبدا يا جيت؟ كيف ترضخ لمشورة هؤلاء القطعان عديمي الأصل وتدعي أنك السلطان؟ حينها كنت طفلا والآن كبرت، وأعلم أن الوقت قد حان، وسأتبع ما كتبه لي القدر. أنت في غفلة كبيرة، ستندم أيها الطفل. لا تنسى أن حياتك معلقة على خشبة تورغوت آل، أما الآن فقد جاء اليوم الذي سأخذ فيه حقي في السلطنة من السلطان علاء الدين قاتل أبي. أفهمت كلامي الآن؟ إن ذهبت هكذا فعلم أن السيد أرطغرل سيقتلك بيده يا جيت. هو أيضا سيطيعني قريبا يا تورغوت آل. Oh!